الماضي تم إعادة تصميمه بنظرة اليوم. مفهوم ما سوف يغير وجه المنطقة من زعيم القطاع أوزيورتلار إنشات. يرتفع مجال العيش الجديد في أسانيورت التي هي منطقة مرشحة لتكون المركز المالي في الجانب الأوروبي لإسطنبول. إن جادة أوتومان يجمع مفهوم التجارة والمعيشة تحت سقف واحد. يتكون إن جادة أوتومان من مكاتب بأبعاد مختلفة وصفر زائد واحد مساكن مفروشة بالأثاث الكامل. يحتوي المشروع على ثلاثة طوابق، أسفله فيه 13,000 متر مربع موقف مغلق للسيارات ومجالات التخزين اللوجستية والمجالات التجارية. إن جادة أوتومان هندسة معمارية حديثة ولمسة تقليدية.